بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، فيديو اليوم من خيرات بلادنا، شجرة الليمون اللي في الحكورة عندي أو في حديقة المنزل، يعني أثمرت 12 حبة ليمون دفعة واحدة كما هو موضح أمامنا في صورة الفيديو. يعني هذه المجموعة من الثمار الليمون دفعة واحدة في هذه الشجرة التي لا تتعدى 5 سنوات، يعني وهذه ثاني سنة أو ثالث سنة تثمر بهذا، لكن بهذا المنتوج لم تثمر قبل. وهذه أول مرة أشوف يعني بعيني يعني في حديقة المنزل هذه الليمونة التي أثمرت 12 حبة دفعة واحدة. سبحان الله، اكتبوا لي في التعليقات سبحان الله وبحمده، ويخلق الله ما يشاء، سبحان الله ولله في خلقه شؤون. أتمنى الفيديو ينال إعجابكم، ما تنسوناش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واختيار الكل وترك والإعجاب بالفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.